تختص كيف بتلاقى بربنا على طريقة سمعان الشيخ وحن النبيين. حن النبيين سمعان الشيخ كان شخص بيترجم من اللغة العبرية أو العبرانية لا اللغة اليونانية. كان مطلوب منه يترجم كتاب أشعياء النبي اللي تكلم كثير عن يسوع المسيح قبل كذا 100 سنة لما أجي يسوع المسيح. وبنفس الوقت كان الإنسان مصاب. سمعان الشيخ عندما كان عم يترجم ما بعرف قديش بعرفه بالانجيل مثل ما كان مكتوب، نحن بنعرف بيقول على لسان اشعياء النبي: ها ان العذراء تحبل وتلد ابنا. سمعان هو عم يترجم، ما كانت تركب معه كيف عذراء ستلد. كان كل مرة بده يكتب فتاة يجي ملاك الرب يقول له عذراء، ولأنه عم يترجم هالكتاب ملاك الرب بيقول له مش رح تموت، مش رح تموت قبل ما تحكم أو قبل ما تشوف يسوع المسيح مع مريم العذراء، يعني مع العذراء اللي انت رفضت تكتبها، رح تشوفهم امامك. لهالسبب وقت فات يوسف ومريم الى الهيكل، وهون بدي احط ملاحظه صغيره، انه بقيوا على حسب التقليد. نحن اليوم في كثير من اولادنا على 40 يوم بفوتوا بس يولدوا ولد صبي او بنت بيجوا على الكنيسه لحتى يقدروا يصلوا. بينما في كثير عالم لا الاهل بيهتموا ولا الاولاد بيهتموا. عند موسم يوسف ومريم مع يسوع شعر سمعان الشيخ بشيء مميز، شعر بحضور الله، ولأنه شعر بحضور الله صرح صلاته يلي كل العالم بتعرفها ويلي نحن بنصليها في كل صلاة تقريبا عشية خاصة: الآن تطلق عبدك أيها السيد على رأس قومك. ليش؟ لأنه آمن أنه يسوع المسيح هو الذي حمله بين يديه. وهون يلي بنبلش نلاحظه من خلال الموضوع اللي بدنا نحكي عنه، كيف أنا بشعر بيسوع المسيح؟ كيف يسبق ظهوره بيننا؟ سمعان كان يقرأ الكتاب المقدس. هل نحن وخاصة بأيامنا هلا بيكون ما عندنا شيء بالبيت نقرأ الكتاب المقدس؟ أنا بعرف هيدي مطلوبة منا. ليش؟ لأنه بتخلينا نضلنا نحس على نعمة الله يلي أعطينا. الأمر الثاني كان يتردد على الهيكل ليصلي، وأكبر الأمر إنه وين شايف الله؟ شايفه بالهيكل. الأمر الثالث كان إنسان يؤمن أن الله سيكون بيننا، وهذا الشغل كثير مهم.
وأربعة. ما أهم شيء، أهم شيء بدنا نقرأ الكتاب المقدس. أول خطوة كان لازم أعمل إنه هو مش بس كان يسمع الكتاب، كان عم يدرس من لغة للغة لتقدر تعرف وتفهم يلي عم تقرأه. إنتوا بتتصوروا كان الكتاب فقط مثلا باللغة العبرية أو باللغة اليونانية، شو كنا قرينا؟ ربنا أشخاص وضعوا هالكتاب في اللغة اليونانية ما عرفوا نقراها. هلا مظبوط في يوناني بيقرا اليوناني، بس حتى اليوناني اللي بيقرا مش هو اللغة اللي نحن بنعرفها. من هون أول خطوة تنشعر بحضور ربنا بيننا لازم نقراها، مش بس نسمعها، لأنه اللي بنسمعه هو نحن شو بنركب لنقدر نفهم بالعلم. بينما وقت بنقرا بنبلش نحس حالنا انه نحن في شيء بين ايدينا عم ندرسه وعم يوعدنا. الامر الثاني التردد الى الهيكل، يعني انه يروح كل واحد منا يشكر الله على عطاياه وعلى نعمه يلي بيعطينا اياها. انتم بتعرفوا امبارح كان موضوع الكنيسه او العزب الكنيسه كانت حول النعم. مين بيقدر يخبرني شو هي النعم؟ هذا اللي يعرف يعيش مرتاح بحياته باقتناع بوجود الله وباقتناع كل شيء. مين عنده غير جواب او عنده غير جواب؟ انا اللي سمعت غير كان دخول سيدي لديك بعتب عليه وما مرض النبي مش مرضه، مش مرضه حد النبي مش مرضه، مش مرضه لا. بس انا سالت السؤال الثاني، شو معناتها نعمة؟ نعمة من الله على الوجه، شو معناتها النعمة؟ بس ليه يا الله بده يقول لي بده يقول لي بده يقول لي اعطانا صحة واعطانا كل شيء أكثر من نستاهل الحمد لله. أعطانا يسوع تمام بس الغريب انه نحن عايشين بهالدنيا بدنا
معنى، تفكير بالروح أهم شيء يكون معنى. إذا معنى، إذا معنى، إذا الله نسمعه شو؟ الله بقلبنا، ساعتها المحبة بقلبنا، ساعتها الأعضاء بقلبنا، ساعتها ما بقى عندنا شيء بالدنيا نعمل همه. ليه؟ إذا أنا معي كل شيء ما بقى عندنا شيء بالدنيا. نحن مع الأسف هالإنسان يلي هو سمعان الشيخ وعم بحكي أكثر عن سمعان الشيخ، عادة بصيب الإنسان بيتكلمش بالدنيا، يلي قالوا سمعان عن المحبة ربنا بين إيديه الآن قلت عبدك. ليش؟ لأنه عرف إنه كل شيء بهالدنيا هو ربنا. هيدا الوحيد يلي صار الأعظم نحن وياه بعد رقادنا، بعد ما الإنسان يغمض عيونه وهو يفتحهم أبدا، هنيك سيتلاقى الرب. إذا أنا اليوم عم بقدر بتلاقى فيه بالقداس الإلهي بالصلاة مع كل شخص بحكي أنا وياه وما بقى بغار منه أو بحسده أو 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 كيف بقول له خصوة، ساعتها كونوا أكيدين. ومثل حد النبي هالإنسان يلي عاشق كل حياته مصلي، هدول كلياتهم عن محبة الله، فهموا انه بهدلة ما في شيء بيحرز، يلي بيحرز انه يسكن الله بقلبه. اليوم ما بقى ننكش على الله وما كان، قبل كان السما ممنوح بنشوفه ويلي بيشوفه بيموت. اليوم ربنا معنا بكل لحظة، ربنا معنا بالاشخاص اللي هي حبها، ربنا معنا وقت اللي بنتناول ونريد جسد وضرب الرب في الكنيسه، ربنا معنا كيف بنتصرف لانه هو اللي حامينا، ربنا معنا لانه بيعطينا اكثر من بنستاهل مثل ما عارف. واذا هالامر صحيح شو بعد بدنا من الدنيا؟ لهالسبب بنقول حضور الله من خلال اللي بنتعلم مع سمعان الشيخ محمد نبيه هو